الله يعطيكم العافية جميعا. تحية لشعبنا السوري العظيم. المجد للشهداء، شهداء الثورة السورية العظيمة، وتحية للمعتقلين المصابرين في كل أنحاء سوريا. تحية لشعبنا الثائر في كل مكان، وتحية للنازحين واللاجئين والمهجرين قسريا في كل مكان، وبخاصة مخيمات اللجوء والتهجير القسري، هذه المخيمات الصابرة والمصابرة في لبنان التي تواجه خطاب التحريض والكراهية بكل مسؤولية. هذا الخطاب التحريضي ضد أهلنا لا يليق بلبنان، لا يليق بلبنان الحرية والثقافة والحضارة، ولا يليق بالعلاقة المميزة بين الشعبين السوري واللبناني. تحية لأبطال الفصائل المقاتلة، الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير، الذين سطروا ملحمة صمود قل مثيلها في إدلب وريف حما واللاذقية. دفع النظام العميل الإرهابي ما تبقى لديه من قوات نخبة مقاتلة مدعوما من الاحتلال الروسي في الجو وعلى الأرض، وفشلوا فشلا ذريعا. تحية لكم من أرض سوريا الحبيبة، حيث نستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فلا بد من وصل الليل بالنهار كي يكون الائتلاف المؤسسة الثورية التي تعبر عن قيم وأهداف ثورتنا العظيمة، والتي تمثل تطلعات شعبنا في مواقفها وأدائها. أولويتنا في الائتلاف هي إنجاح مشروع الحكومة السورية المؤقتة، فالثوار قادرون على إدارة مؤسسات الدولة وهم أهل لذلك. نعلم أن جل مؤسسات الثورة الرسمية لم يرتقي أداؤها السياسي للمستوى المطلوب، ومن الصعب، بل أقول من الصعب جدا، أن يرتقي أي أداء لمستوى تضحيات الشعب السوري العظيم. ولكن سنسعى لكي لا تضيع المكتسبات ولتحقيق الأهداف التي خرجنا جميعا من أجلها. لم نأتي اليوم لنطلب التفويض، ولم نأتي لنطلب منكم أن تمنحونا الثقة، بل أتينا لنبني الشرعية الحقيقية للائتلاف، لنكسب ثقتكم بالعمل الدؤوب والنتائج المرجوة. كما تعلمون، الائتلاف يمتلك اعتراف أكثر من 100 دولة، وهذه شرعية دولية عظيمة منحنا إياها بفضل تضحيات ودماء السوريين، وليس بسبب أشخاصنا أو أدائنا. ولكن الشرعية الحقيقية التي نسعى لها هي شرعية الشارع السوري. وضعنا برامج وخطط عمل واضحة هدفها الإصلاح الداخلي للائتلاف، ليكون قادرا على الأداء والخطاب الذي تتطلعون إليه، وبناء الشرعية الحقيقية التي ستجعلنا قادرين على اتخاذ القرارات الصعبة والثبات على المبادئ. أعتقد أنه عندما نحقق ثنائية الأداء والشرعية، فإن ذلك سينعكس بقوة على أداء باقي مؤسسات الثورة، ولا سيما الحكومة المؤقتة التي يجب أن تكون البديل الحقيقي لحكومة نظام الإجرام الذي انهار، وأن تكون الشريك الحقيقي لشعبنا وحلفاء ثورتنا، شريك في بناء نموذج جديد للإدارة المدنية الناجحة. وندرك تماما ونقدر المشاكل اليومية التي يعاني منها شعبنا في المناطق المحررة والتحديات الأمنية، وسنعمل على مواجهتها. أيها الشعب العظيم، نظام الأسد انتهى وانكسر تحت ضربات أبطالنا، ونرفض بشكل كامل أي خطاب ينزع نحو أي توجه انهزامي.
أو الرضوخ تحت ما يسمى سقف الواقعية السياسية. فتضحياتكم تدفعنا للمطالبة بأعلى سقف ممكن. النظام انهزم إلى غير رجعة، وهو الآن في مرحلة التآكل الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني بعد أن هزم عسكريا وفقد شرعيته، إذ لولا الاحتلالين الروسي والإيراني لما تمكن هذا النظام من البقاء أسبوع واحد في دمشق. وسنعمل على أن يرتقي الأداء السياسي للمعارضة ليعكس هذه الحقيقة، وسنسعى جاهدين لننال ثقة مقاتلينا ونكسب شرف حمل صوتهم ورؤيتهم للعالم. نحن في خدمتهم وسند لكفاحهم، وقد أثبتت معركة إدلب أن الحل في سوريا ما زال حلاً سياسياً عسكرياً، وأن دور فصائلنا المقاتلة ما زال حيوياً الآن وغداً وفي المستقبل. ندرك تماماً أخطاء الماضي، وسنعمل بجهد على تصحيحها سواء على مستوى الأداء أو الإدارة واختيار الأفضل. أعدكم أن نستنفذ الجهد ليكون الائتلاف الواجهة السياسية التي تستحقها ثورتنا العظيمة وشعبنا البطل، وأن تستنفذ الحكومة المؤقتة، الحكومة السورية المؤقتة، وسعها لتقديم الخدمات والأمن الذي تستحقونه. كما تعلمون، مؤسسات الثورة تحوي العديد وتضم شخصيات تحمل هم البلد والثورة وتبحث عن فرصة لتصحيح المسار، وسنعمل على تمكين هذه الشخصيات واستقطاب المزيد منها. الائتلاف مؤسستكم الثورية، وسنعمل على أن ينبثق من الداخل السوري بصدق بكل آماله ومعاناته وتوجهاته وسقفه. وشكرا لكم. أود أن أطلب من أخي الأستاذ عبد الرحمن مصطفى المكلف بتشكيل الحكومة السورية المؤقتة القادمة بطرح رؤيته وأفكاره عليكم، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس، شكرا للحاضرين جميعا، وأهلا وسهلا بكم. مؤخرا وكما تعلمون تم تكليفي بتشكيل حكومة المؤقتة السورية الجديدة خلفا لحكومة الدكتور جواد أبو حطب، وبالطبع نحن نشكر جهوده وجهود طاقمه الوزاري وجميع الشباب والعاملين في مؤسسات الحكومة وجميع الذين ساندوا ودعموا أعمالها خلال الفترة الماضية. التحديات كبيرة، نحن سنتابع الطريق وسنبني فوق ما تم إنجازه، ونحاول بكل جهدنا وإخلاصنا متابعة العمل. ليس هناك مجال للتراخي أو للتفريط في أي إنجازات، وعلينا أن نتطلع دائما إلى الأمام وننظم عملنا بشكل مؤسساتي. نريد من الحكومة التي نسعى إلى تأليفها لتأسيس وترسيخ نظام حوكمة فعال يعمل بأسلوب مؤسسي في ظل حكومة رشيدة تؤدي مهامها بإخلاص وحرفية وتخصص. هذا ما نطمح له، هذه هي معاييرنا، وعلى هذا الأساس سنقوم بإعداد فريقنا. أبوابنا مفتوحة منذ اليوم الأول لجميع أبناء الشعب السوري، ليس لدينا وقت نضيعه، لذلك فإن التشاور أمر مهم. الملفات التي تتحمل الحكومة المؤقتة مسؤولياتها ملفات كبيرة وجسيمة وفي ظل ظروف صعبة، لكننا سنركز في الدرجة الأولى على ضمان الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات. وبالتوازي مع ذلك هناك جدول من المهام التي أعمل على تحضيرها، وهي بمثابة خطة طوارئ خاصة بإدارة مناطق شرق الفرات بعد أن يتم إخلاء المنطقة من ميليشيات الفيوايدي الإرهابية. هذا أمر ضروري، ويجب أن نكون مستعدين لتحمل مسؤولياتنا تجاهه. مسؤولياتنا في رئاسة الحكومة السورية المؤقتة تفرض علينا أيضا التعاون الكامل مع الائتلاف والتكامل. هذا التعاون سيكون عاملا أساسيا لنجاح عملنا، بالإضافة إلى الدعم من قبل الشعب والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
جهودنا متضافرة ونتوقع منهم أن يكونوا عونا لنا. نحن على تخوم مرحلة جديدة تحتاج إلى التنمية والبناء. أؤمن بأن تنسيق العمل والتواصل البناء وتبادل الخبرات وبناء الثقة هي من أهم مقومات العمل الضرورية لإدارة المناطق المحررة خلال الفترة القادمة وتسيير العمل فيها ومواجهة التحديات. الشعب السوري ينتظر الإنجازات ولا يريد سماع الخطابات. صمود السوريين على الأرض هو رسالتهم التي يبعثون بها إلى العالم، ونحن هنا من أجلهم. علينا أن لا ننسى أن نشكر الجيش الوطني الحر الذي روت بدماء أبطاله هذه الأرض لتحريرها من الإرهاب بدعم ومساندة من الأخوة الأتراك. بتمنى من الشعب السوري في المناطق اللي حاليا بعد التهجير اللي حصل، يعني سوريا أصبحت في هذه المنطقة، التعاون لإنجاح الحكومة. هاي الحكومة هي الأساس لتقويتنا في تقوية الائتلاف وتقوية هيئة التفاوض. لكي نكون أقوياء بالحكومة بالعملية التفاوضية يجب علينا أن نكون قريبين من شعبنا ومحتاجين لدعم شعبنا. وبعد فتح المقر الرئيسي للائتلاف في المناطق المحررة سيكون العمل مشترك بين الحكومة المؤقتة والائتلاف، وهذا سينعكس إيجابيا على قضيتنا الذي ضحينا من أجلها الكثير. شكرا. شكرا أستاذ عبد الرحمن. إذا في أي سؤال؟ يعطيكم العافية. بهاء الحلبي من تلفزيون سوريا. قالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية إن الجانب التركي أبلغ شخصيات في الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة أن هناك ترتيبات سياسية وعسكرية وشيكة تخص محافظة إدلب، وعليهم الاستعداد لهذه المرحلة. هل هذه الترتيبات ستجعل إدلب منطقة آمنة شبيهة بغص الزيتون ودرع الفرات، أما هناك تحرك عسكري محتمل؟ وما هو مستقبل هيئة تحرير الشام؟ نحن كقيادة للائتلاف قيادة رسمية لم يصلنا هذا الكلام، لم يحدث هناك أي تواصل من قبل الجانب التركي حول هذا الموضوع. هناك دعم تركي لنا في أن يكون هنالك برنامج ناجح للحكومة السورية المؤقتة، وأن يكون هناك جيش وطني وجبهة وطنية للتحرير أيضا قوية في مواجهة النظام السوري العميل والاحتلال الروسي في اعتداءاته المتكررة. لكن حتى الآن ما في ما يقال عنه بوسائل الإعلام أنه في شيء واضح بما يتعلق بمنطقة خف التصعيد. أنا باعتقادي قضية إدلب قضية معقدة يجب التعامل معها على أكثر من صعيد، سياسي وإنساني واجتماعي، من أجل تفكيك كل المشاكل الموجودة. ولكن بشكل عام لدينا في إدلب ما لا يقل عن 4 مليون إنسان. هذول 4 مليون ليسوا قاعدة، في منهم 1.4 مليون طفل، هذول ليسوا قاعدة. وبالتالي نرفض بأي شكل من الأشكال أن يكون الحل في إدلب حلا عسكريا. وما قام به النظام والروس من اعتداء من شهرين وحتى الآن ومن قبل ذلك هو دليل على أنهم لا يؤمنون بالحل السياسي، وأن الحل العسكري هو حل فاشل، ويعني ما حدث دليل على هذا الأمر. لذلك نقول أنه الحل لمنطقة إدلب هو حل يعني مركب من أجزائه السياسية والاجتماعية والعسكرية، بحيث أنه فعلا نحن تكون أولويتنا الأولى والأخيرة في إدلب هي حماية المدنيين ومنع مزيد من النزوح. من شهر شباط لحتى شهر حزيران صار في نزوح أكثر من 600,000 بإدلب، هذا بحد ذاته مأساة كبرى عم يدفع ثمنها المدنيين. لا يمكن توقع أن يحصل هناك انفراج في إدلب إذا تم اعتماد الحل الأمني والعسكري فقط. تركيا بإبلاغ الائتلاف بالإبلاغ عن موالي للنظام داخل تركيا من أجل ترحيلهم، شو مدى مصداقية هالأنباء؟ بالنسبة للأستاذ عبد الكريم، شو هي الآلية راح تروح تشكيل الحكومة المؤقتة، وهل راح تكون هي بالتعاون مع الجهات الداخلية خلينا نقول أو المحلية، مجالس محلية وإدارة محلية؟ أود أن أؤكد أنه نحن كائتلاف لم نستلم أي
تواصل رسمي من قبل الأخوة الأتراك حول التبليغ عن أي شخص في تركيا. يعني ربما هناك بعض الإشاعات، لكن كما تعلمون يبدو أنه الآن الإشاعة هي الأساس، لكن لم يحدث حتى الآن أي تواصل رسمي من الجانب التركي حول هذه القضية، وبالتالي هي ليست صحيحة وليست دقيقة. بالنسبة لسؤالك لتشكيل الحكومة، مثل ما بتعرف تم تكليفي بالهيئة العامة للائتلاف انتخابي كرئيس حكومة مؤقتة، وتم تكليفي بتشكيل الحكومة المؤقتة. طبعا تشكيل الحكومة حيكون بعد القيام بمشاورات عديدة مع شرائح المجتمع السوري، منظمات المجتمع المدني، المجالس المحلية، كل الجيش الوطني. حناخد آراء ناسنا، وعلى ضوءها يكون في عنا معايير محددة حيكون تشكيل الوزراء أو تعيين أو تكليف الوزراء على هذا الأساس. يعني نحن أهم شيء بالنسبة لنا هذه المرة أنه يكون الزور من القاعدة للقمة. يعني بيهمنا كثير اللقاءات التشاورية قبل طرح أي اسم لأي وزارة مختصة. سيكون الاجتماعات سيبدأ من يوم الاثنين القادم، وسيستمر أكثر من 12 اجتماع لقاءات تشاورية بالداخل السوري وفي الجنوب التركي، وبعد ذلك بدنا نقوم بحسب الكفاءات والسير الذاتية اللي عم بتم إرسالها وفق المعايير اللي بدنا نشوفها من أصحاب من العلاقة، وحيكون بتكليف الوزراء وطرحهم لمنح الثقة من قبل الائتلاف. عبد القادر محمد، شبكة بلدي الإعلامية. أستاذ أنس، ما موقف الائتلاف والحكومة المؤقتة من فشل وتوقف مسارات العملية السياسية في أسيتانيا وجنيف جراء العملية العسكرية التي شنتها روسيا وقوات النظام، وما هي البدائل السياسية؟ أستاذ عبد الرحمن، هل نقل مقر الائتلاف والحكومة إلى الداخل يحظى بدعم وتأييد الدول الفاعلة في الملف السوري؟ وشكرا. يعني بداية، كما تعلمون العملية السياسية في حالة انعاش، وهي غير قادرة على التقدم لسبب بسيط جدا، أنه الضامنين الأساسيين للعملية السياسية غير فعالين وليست لديهم الإرادة الحقيقية السياسية بإحداث تغيير، بالإضافة إلى أن النظام أيضا غير مهتم بأي تقدم للعملية السياسية. نحن كثورة نقاتل على أكثر من جبهة، في عنا الجبهة العسكرية، في عنا الجبهة السياسية، في عنا الجبهة المدنية من خلال الحكومة، في عنا الجبهة المنظمات المجتمع المدني، وبالتالي بالنسبة لنا الثورة مستمرة بأدائها. فإن صار في هناك احتمالية لحل سياسي فنحن مستعدون لهذه الجبهة، ولا يمكن أن نتخلى عنها أو ننسحب منها، ولكن بشكل أساسي لا يمكن قبول أي حل سياسي لا يلتزم بثوابت الثورة السورية. وكل من يعتقد، أي دولة تعتقد أو أي جهة تعتقد سواء سورية أو غير سورية، بأنه في هنالك إمكانية لفرض حل سياسي رغما عن الثورة السورية، فباعتقادي هذا أمر غير صحيح ولن يتم بإذن الله. ما دام في عنا مقاتلين أشداء، ما دام في عنا ثوريين حقيقيين يملكون الإرادة والقوة والعزيمة، لا يمكن لأحد في العالم أن يفرض علينا أي حل سياسي لا يلتزم بثوابت وتطلعات الشعب السوري. طبعا بالنسبة للائتلاف له شرعية دولية، أكثر من 122 دولة اعترفت بالائتلاف كممثل شرعي الوحيد للشعب السوري، لكن هذا لا يكفي، لأنه أهم شرعية هو شرعية الشعب، وفتح المقر في الداخل السوري مهم جدا، لأنه نحن لازم نكون قريبين من شعبنا وناخذ شرعيتنا من شعبنا. لما يكون عندك شرعية من شعبك الدول تحترمك، يعني هن لحالهم بيكون لهم يعطوا قيمة للائتلاف وبالنسبة لهيئة التفاوض. يعني نحن حاليا اللي عم نقول عن التكامل هي بتبدأ من الحكومة المؤقتة، نجاحنا وكسبنا لشعبنا وتقديم خدمات لشعبنا وتأسيس حوكمة حقيقية في المناطق المحررة، لأنه في عنا مشروع أكبر من منطقة غصن الزيتون ودرع الفرات. يعني بدنا نحاول نشكل حكومة ديناميكية بحيث لما بتوسع جغرافيا لازم يكون في عندنا إمكانية إدارة هذه المناطق، لأنه نحن لما نكون مع شعبنا وفي لنا شرعية دولية نحن الأولى بنا، نحن ندير المناطق مو المنظمات الإرهابية، إن كان في شمال الغرب وإن كان في شمال شرق سوريا. لذلك
القبول الدولي طبعا في ردود فعل جيدة جدا من الدول الأصدقاء الشعب السوري كما يقال، لكن نحن أهم شيء بالنسبة لنا نقل المقر للداخل السوري ونكون جنب إلى جنب مع الحكومة المؤقتة، هذا بده يعطينا دفع أكثر وشرعية أكثر، وبالعملية التفاوضية بده يكون لنا دور أكبر. طبعا هيئة التفاوض مثل ما بتعرفوا كمان هي لمن بيكون تكون الحكومة المؤقتة موجودة بالأرض وتاخذ شرعيتها من أهلنا، بدها تقوى الائتلاف وهيئة التفاوض، لأنه العمود الفقري لهيئة التفاوض هي الائتلاف. حسن الأسمر، وكالة زيتون الإعلامية. السؤال للأستاذ عبد الرحمن مصطفى، بالنسبة لخطة عمل الحكومة المؤقتة المستقبلية، ما هو الدور الذي ستقوم به على الأرض، وهل ستكون كافة المجالس المحلية والجهات الحكومية الموجودة بالمناطق المحررة تابعة وبشكل مباشر للحكومة؟ ما فهمت الشق الأخير. المجالس المحلية راح تكون تابعة بشكل مباشر للحكومة يعني المؤقتة بالأيام القادمة؟ أساسا المجالس المحلية تابعة للحكومة المؤقتة، لكن نحن بدنا نرسخ السلطة، يعني نحن أهم أولوياتنا هي الأمن والاستقرار والخدمات في المنطقة والعدل، يعني الوزارات المهمة هي وزارة الدفاع والعدل ووزارة الداخلية، هذا الأساس، والسلطة مركزية، يعني بدها تكون سلطة مركزية وحوكمة حقيقية. سنسعى لتأسيس حوكمة حقيقية في المناطق المحررة، وطبعا نحن على لقاءات وبدنا نعمل لقاءات أخرى مع الجيش الوطني، قادة الجيش الوطني والأركان والمجالس المحلية اللي أساسا تابعين للحكومة، لكن في بعض المشاكل واجهتنا في الفترة السابقة وهذا نحن بدنا نتلافاه ونعرف أخطائنا وين. تفضل مثل ما تفضل السيد الرئيس انه بخصوص انه مؤسسات الثوره لم تنجح حسب المخطط لها، نحن شفنا اخطائنا والائتلاف في عنده خطه تم العمل عليها خلال 6-7 أشهر سيتم تطبيقها في الحكومه المؤقته بالتعاون بدعم الجيش الوطني، المجالس، منظمات المجتمع المدني، كل شرائح المجتمع، لان هذه الحكومه هي حكومته، يعني ليست حكومة الائتلاف فقط، الحكومة المؤقتة إنجاحها مسؤولية كلياتنا، يعني المتواجدين وخاصة في أعداد كبيرة من المهجرين قسريا اللي تموا، وحنستفيد يعني الحكومة أهم شيء اللي بده يكون فيه بدنا نستفيد من الكوادر اللي موجودة فعلا بالأرض، هذا بده تكون الأولوية لها، بدنا نستفيد من شبابنا، بدنا نستفيد من كوادرنا كلياتهم بدها تكون متواجدة جنبا الى جنب مع الائتلاف الوطني اللي هو الثوره والمعارضه. مالك ابو عبيده حلب، اليوم بعد 9 سنين من الثوره، اليوم كيف تصف تعاون المجتمع الدولي وخصوصا الدول الصديقه مع الائتلاف والحكومه المؤقته بما نراه على الواقع وليست فقط التصريحات والحبر الذي لم يتجاوز الورق؟ يعني لا شك انه التعاون الدولي كان في بدايه الثوره اكثر بكثير من الان، هو الآن في تحت المستوى المطلوب بكثير. باعتقادي في هناك مسؤولية علينا أيضا أن نسعى إلى إثبات أنفسنا من خلال تقديم مثال حقيقي على أن الثورة وأن الحكومة السورية المؤقتة وأن الثوار فعلا قادرين على إدارة الدولة، وعندها أعتقد بأنه سيكون هناك تعاون دولي أكبر في هذا الموضوع. لذلك أنا لا أريد أن أضع اللوم كله على الخارج، لا، نبدأ بأنفسنا أولا، وباعتقادي أن هناك من الحلفاء والأصدقاء سواء في تركيا أو العالم العربي من سيسعى إلى دعمنا، حتى في أوروبا من يسعى إلى دعمنا في هذا الاتجاه بشكل حقيقي، لأنه إذا ما صار في استقرار في سوريا فلن يكون هنالك استقرار في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم. شكرا لكم، وإن شاء الله يعني نلتقي في مؤتمرات قادمة نطلعكم فيها على إنجاز ما تقوم به الحكومة المؤقتة والائتلاف، والله يعطيكم العافية. شكرا.